ايش الاسباب اللي خلتنا نختاره؟ هو الخطر نعرفوا امكانياته ونعرفوا فلسفته الكرويه، نعرف كيفاش انا بيرسونيلمون، خاطر وقع وكوني وصلت لعبت ضده في السنوات في الثمانينات تقريبا كل نعرف التفكير نتاعه والمنهجيه نتاعه تتماشى مع منهجيه النجم الساحلي ومع سياسه النجم الساحلي في كره القدم. إذا الشيء اللي يتمشى يسهل لنا المأمورية باش كي نفسروا له شيء نطلبوه منه، هو يبدا ديجا فاهمه، هو إلا دارسه قابله، وكيبدا إنسان يبدا عنده حاجة قبلها ومقنع بها يعملها أسهل بكثير من اللي ماهوش مستانس بها ولا ما يحبهاش ولا باش يعملها ضد معناها مبادئ ولا ضد التكوين نتاعو. شنو الأهداف اللي حطوها معاه؟ الأهداف كما قال هو تو الأهداف واضحة بالنجم الساحلي، الأهداف نتاعها واضحة ديما، الأهداف هي المراكز الأولى والمراتب الأولى والتيتروات. هذا الهدف الاول انا باش نحاولوا نشتغلوا عليه، هذا اهم شيء. والعمل هذا ما نجمو نوصل للهدف الاول الا ما نكونوا نخدموا كل يوم لجور وجور، كل يوم نكونوا نحاولوا نخدموا احسن من البارح، من التمرين تاع اليوم يكون احسن من التمرين تاع البارح، وما نخليوا حتى شيء وزار. لازم كل واحد تشوف الكيب كامله هذه، كل واحد عنده التاش نتاعو بين ديتيرميني، ولازم يحاول يقوم بالتاش نتاعو من غير ما يتعدى حدود التاش نتاعو هو. نرجع بك شويه، قالت هي باللي اللي كانت الهزيمه في الشامبيونز ليغ والا المانيا اللي لعب بها لتو؟ قالت هي باللي اللي شفنا خممنا فما مرحله اخرى اللي شفنا من الاحسن جورج ليكنس يكون فيها.